للتبرك. اقراها وياي. يا نفس مين بعد الحسين. ما اقدر اكمل، ما اقدر اكمل، ما اقدر اكمل الابيات، ما اقدر. ما اقدر اوصل وياك الى المسرح، ما اقدر. انا هذا حدي بس، حدي بس عند المسرحة، بس وياك للمسرحة. خلي غيري يتولى المسرح، انا اليوم وياك بس الى المسرحة بس. ما اقدر اسمع الحسين يناني ووحدته. ما اقدر اسمع الحسين ينادي الا انكسر ظهري. اقرا وياي الابيات. يا نفس مين بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا الحسين واردا منوني، وتشربين بارد المعين، وتشربين. اقرأ. وتشربين بارد المعين. ما كان من هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين، ولا فعال صادق اليقين. وينك يا النصار؟ وينك انت؟ وينك انت؟ ما حضرت؟ قال بلي انا حضرت، انا حضرتهم، حضرت. خاض الماي. عندي خاض الماي بس يسب بردة. خاض الماي بس يسب بردة، ترى الشفا يروي عطش جبدة. تذكر لن اخوه حسين بعده، لب الماي من جذب وتحسر. شلون اشرب واخوي احس؟ يا الله شلون اشرب واخوي حزين عطشان، وتكنى والحرم واطفال رضا. ويلي ويلي وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو ماء. يحاك النفس يا نفسي تهوني، وكل الناس تغدي فدوة حسين. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم. يا
اخو ينكي سر ظهري الى قدار اقوم صرت مركز يا اخو ينكي الليل هموم يا اخو يستوحداني بعدك القوم يا اخو يشبي اذن هذا للقدام يا اخويا العالم قل لي وين اودي يا اخويا العالم قل لي وين اودي يا نور العين دربي بشجدي حين ظهر يا ويلي وصف جيده أجد الله أكبر أجد منك الله أكبر يا خويا العالم قل لي وين اودي يا نور العين دربي بشجدي حين ظهر عليه بشيدة عليه صاح خويا الله أكبر يا خويا العالم قل لي يا نور العين دربي بشجدي حين ظهر عليه أصفى جيده عليه صاح خويا الله أكبر ما يوقف
Thank you.
يجيب المضطر إلى صدرك. يا ابو يمين عدل راسه كوريجلي ومن غما وعيونك واسبال ايدي يا ابو يمين عدل راسك ورجلي ومن غما وعيونك واسبال ايدي يا نور العين كل سهم ويصلي قطع قلبي ولا عندي حشاي سدى يا ابويا قول لا تخفي علي يا ابو يمين شرق راسك بسيفه شبيب يا علي كنك غصن بان شلون اقدر اشوف انك بترمى وين حسافة يا خلي موتة الشبا مثل هاي بالمصايب ابد ما صار يا كوكبي يا الله 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفر والمنافقين وطهر الأرض منهم يا كريم بحق محمد وآله الطاهرين وبحرمة سورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات لتعالجوني بالدوام قلبي تردع ما تحب الحنية يا ابن أخويا ها وين صوتك لتعالجوني بالدوام قلبي تردع الدنيا وإن بغتكما
ولا تأسفا على شيء زوي فيها عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجل واعملا للآخرة، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي، بعد أستاذ أحمد، ومن بلغه كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن البغضة حارقة للدين وفساد ذات البين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم وصلوهم، يهون الله عليكم الحساب. الله الله بليتهم، فلا تغضوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله 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 بليتهم، لا تغضوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عار يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيوت ربكم، فلا تخلوا منكم، فإنكم لا تناظروا، وإن خلت منكم لن تنظروا، وإن أدنى أن يرجع من أمها أن يغفر الله له ما سلف من ذنبه. الله الله في الصلاة، فإنها خير أعمالكم وأنها عمول دينكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في صيام شهر رمضان، فإنه جلة واقية من النار. الله الله في الجهاد، فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية نبيكم. الله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما نظام أمركم، وإن تركتم يولى عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، ثم أغمي على إمامنا أمير المؤمنين. نادى مستر الله يا أولادي في اليتامى، وعد الوفد حجايا وضاروا هالأيام، أني علم هالشهر ما كمل صيامه، أوصل اليوم الواحد و
الله أكبر.
ابن مريم.